نكمل في حاجة بقى شديدة الأهمية، ضبط الأسعار. تعالى لي معانا على التليفون. ايه معاه ايه التليفون؟ مين على التليفون يا جماعة معانا؟ طيب التليفون بنتكلم في ايه بقى؟ احنا بنتكلم في مسألة ضبط الأسعار. يا ترى هل ترى الدولة النهاردة خدت قرار، الدولة خدت قرار بأنه رئيس الوزراء بعد ما عمل اجتماع طلع مجموعة من القرارات، حزمة من القرارات إذا صح التعبير. القرارات دي، وده بقى المهم، إن اتنفذت السوق اتظبط على القبلة، ما اتنفذتش وخد بالك، ودي همسة مني لكل الهيئات والإدارات المعنية، همسة بقى ما فيهاش عتاب، فيها التوصية. القرار اللي ما بيتنفذش أوحش ألف مرة من القرار اللي ما صدرش. اللي ما صدرش هو ولا عدم سواء، ما عدم ما صدرش، لكن صدر وما تنفذش وبمنتهى الكفاءة، التاجر يبقى ليه حق ياكلنا صحيين، صح؟ دكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين معانا على التليفون. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي الصحة؟ كله تمام؟ ازي الحالة يا فندم؟ يا رب تكون كل حاجة بخير، كل الامور على خير ما يرام. دكتور انا كنت بقول لسه من لحظة، واكيد حضرتك سمعتني، القرار اللي ما صدرش ارحم لي 30 مرة من قرار يصدر وما يتنفسش بمنتهى الفاعلية والكفاءة، صح ولا انا غلطان؟ اوافقك تماما في هذا القول. هنعمل ايه يا دكتور؟ طمنا. أنا بطمنك، أولاً أنت عارف الحكومة دايماً بتتخذ إجراءات للحفاظ على قوام السوق المصري، بتتخذ قرار فيما يحافظ على المستهلك ضد الغلاء وضد زيادات السعرية، وأنت عارف إحنا بنعيش النهاردة في عالم يشهد الكثير من الاضطرابات الاقتصادية، وبتشوف معدلات تضخم تتعدى 10% في أوروبا وأمريكا، ولكن هنا الحقيقة الدولة بتتصدر المشهد نيابة عن المواطن. يعني وأنا بتحدث كاقتصادي أقول أن الدولة المصرية من خلال الحكومة قدرت أن هي تأخذ على عاتقها 80% من التضخم وتمرر فقط 20% من الزيادات السعرية التي حدثت. حلو. بتتخذ إجراءات في السوق المصري لحماية المستهلك، ومنها الإعلان عن أسعار كافة السلع والمنتجات. أيوه. وكان هناك توجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية بناء على توجيه من فخامة رئيس الجمهورية أن يكون هناك يعني إظهار الأسعار في مكان واضح بشفافية وعلى المتجر أو السلسلة التجارية، أن هي تكون واضعة للأسعار سواء على السلعة أو على الأرفف التي تقع في حيزها السلعة. فده أمر مهم جدا، وده حق أصيل من حقوق المستهلك إن هو يكون على علم بالسلعة وخصائصها ووزنها وحجمها وسعرها. فالحقيقة ده يعني شيء يجب أن يتم تنفيذه، وأصبح النهاردة في حيز التنفيذ. أما فيما يتعلق بالزيادات السعرية الغير مبررة وحبس البضاعة، فالدولة لها بالمرصاد من خلال يعني واحد قرار مجلس الوزراء بأن تكون بعض السلع مثل الأرز سلعة استراتيجية، وعلى المزارع أن يتم توريد 25% من إنتاج الفدان، زي ما ذكر في الفقرة الماضية أن كل فدان بينتج 4 طن، فبالتالي على المزارع أن يتم توريد أو يورد 1 طن على الفدان. ليس هناك أي نوع من أقول العجز في سلعة زي الأرز، لأنك أنت عندك فائض أو سيرفلس. إحنا بننتج 4 مليون طن وبنستهلك 3.6 مليون طن، فهناك 400,000 طن فائض موجود في الدولة. الدولة لها أدواتها وآلياتها في التعاطي مع هذا الأمر، إما أن هي تتخذ من الإجراءات القانونية أو من الإجراءات الاحترازية، أو أن هي تستخدم آلية مثل البورصة المصرية للسلع لطرح هذه السلع
بيعا وشراء على المنصة، وهناك طبعا أدوات أخرى يسمح بها الاقتصاد الحر في التعاطي مع أي أزمة قد تطرأ بسبب نقص أي سلعة أو المغالاة في تسعير أي سلعة أو عدم إظهار السعر لأي سلعة. طيب دكتور إبراهيم، بما أني عندي فائض تقريبا 400,000 طن، إيه السر وراء التضخم السعري المهول في الرز؟ هل ده معناه ان انا في عندي تجار كبار بيخشوا على المضارب ياخدوه من وهو او يشتريه في المضرب وهو لسه شعير قبل ما يتضرب ويتبيض ويبقى زي اللولي، ولا انه في حاجة تانية انا لسه مش قادر استوعبها؟ لا، خلي بال حضرتك، يعني انا دايما بقول في كل سلعة لها تجارها ولها قائميها، وبنسميها باللغة الانجليزية ماركت ميكرز او صانع السوق. أنت النهاردة عندك فائض، ولكن هناك الكثير من الوسطاء الجدد والمندسين على هذه الصناعة، وبدأوا في تخزين هذه السلعة وعدم إظهارها وحبسها على المواطن. هذه واحدة. الثانية، هناك بعض التجار اللي هم بيتلاعبوا في ظل هذه الأزمة وبيحبسوا البضاعة أو بيخفوها بغرض يعني أقول المضاربة في الأسعار في فترات قادمة. والحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك أن الأسعار الاسترشادية اللي تم وضعها من قبل مجلس الوزراء اللي هو 12 جنيه و15 جنيه و18 جنيه، هذه الأسعار عادلة وفيها أرباح مجزية بالنسبة للمزارع وبالنسبة للتاجر. إنما أنت عارف في بعض ضعاف النفوس الحقيقة بيحاولوا أن هم يعظموا أرباحهم وإيراداتهم، ولكن لا يجب أن يكون على حساب الشعب في هذه الفترة الحاكمة. أخذ حريتي؟ براحتك. ماشي يا دكتور. دلوقتي اللي بيحصل حاجة من اتنين، يا إما هيحصل إنه تجار كتير قوي مش هيلتزموا بالأسعار، يا إما إنه هيحصل زي ما حصل قبل كده من بعضهم دون أن نسمي حضرتك سيد العارفين، طب مش منزل بضاعة السوق خالص وعملها وسحب حاجته وعمل برنس. هقول لحضرتك، في هذه الحالة هناك إجراءات قانونية بتتخذ من قبل التجار أو المزارعين اللي هم يعني بيحجبوا هذه السلع. وانت عارف العقوبات قد تصل الى 2 مليون غرامة وتصل الى سنتين حبس. انا اتصور ان خلال الفترة القادمة في ظل هذه الاجراءات سيكون هناك عبر كثيرة لمن هم يتاجرون بقوت الشعب، فبالتالي الدولة كشرت عن انيابها في التعامل وتعاطي مع هذه المشكلة. خلي بال حضرتك، انت بتتحدث عن سلعة استراتيجية حائزيها يحاولوا يعني التحايل على الدولة، فلا يجب أن الدولة تلتزم الصمت في هذا الأمر وتطبق القانون. فبالتالي من سوف نجد لديه أرز غير معلن عنه ومخزنه، فبالتالي هيتم تطبيق عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. ولو كان المتجر بيبيع أرز خارج السعر الاسترشادي فهيتم غلق هذا المتجر ويتم مصادرة الأرز أو مصادرة السلع اللي هي ليس عليها سعر. فبالتالي أنت النهاردة بتنفذ إجراءات حاسمة وحازمة لضبط السوق. هذه واحدة. الثانية، أنت عندك أدوات أخرى لم تستعملها بعد من قبل الدولة أو من قبل الحكومة، فبالتالي زي قد يحين. لا، يعني هناك أدوات زي مثلا أنك أنت تطرح هذه السلع على البورصة المصرية للسلع. صح. هذه واحدة، ودي هتضبط الأسعار. وإحنا أنت عارف دلوقتي يعني أتحنا سعر سلعة القمح على البورصة المصرية للسلع، وأنت فاكر لو تتذكر لما كنت مع حضرتك وقلنا أن سعر طن الدقيق وصل 12 و13 ألف جنيه. أيوه. وتدخلت دولة لدى المخابز الأفرنجي وضبطت الأسعار وعادت الأسعار إلى ما كان عليه الأمر بسبب زيادة الكميات الأقماح والدقيق للقطاع الخاص. طيب. فده أحد الحلول أو إحدى الأدوات أو إحدى الآليات اللي هي ممكن إن هي تستخدم. في أدوات وآليات أخرى هيعلن عنها في حينه، ولكن أنا مش عايز
يعني ده هيبقى على كل السلع يا دكتور. اغششك ايه اللي ممكن يحصل يعني. حلو. طب ده هيبقى على كل السلع يعني. بعض الحلول وبعض الاطروحات وبعض الادوات اللي ممكن تتعامل فيها مع السوق في هذه الفتره في سلعه زي الارز اللي انت عندك بالفعل فائض فيها يعني 400,000 طن. طب يعني يا دكتور الرز وعندي فائض، عندي سلعه تانية حتى لو ما كانش عندي فيها فوائض هي اسعارها اصبحت اعلى من المنطقي، واذا كان المنطق حتى تحكمه ازمه اقتصاديه عالميه، التجار اتحولوا لوحوش بالمعنى الحرفي، وحوش. فانا سؤالي يا دكتور ابراهيم، احنا في الوزاره هنطبق بايد من حديد؟ انا هنا بكلم دكتور ابراهيم وانا اعلم خلفيته بالكامل. شكرا. وحضرتك حكيت لي واتكلمت مع حضرتك وكنت سعيد جدا حتى في الفواصل اكتر من سعادتي على الهواء. الله يشكرك. انا خوفي الكبير من انه على قد ما الدوله ايدها طايله لو حبت، بس العنصر البشري ما بيسعفنيش، اصل الانسان ضعيف ونفسه ضعيفه يا دكتور وحضرتك فاهمني، نفسه ضعيفه قوي. والله انا فاهمك كويس جدا يوسف بيه، ولكن انا بقول لحضرتك وبعلنها ان الفتره الجايه هيكون في عبر لمن لا يعتبر، وهي رساله قويه للتجار الذين يعني يحاولوا تعظيم ايراداتهم وارباحهم في هذه الفتره، انا بسميها فتره حساسه على مستوى العالم اقتصاديا يعني. فتره ما فيهاش هزار اصلها يعني. ان اخويا الموظف في الوزاره، إجراءات ستتخذ من قبل الوزارة فيما يتعلق بالرقابة على السوق، وأن أيوة. يكون هناك يعني زي ما ذكرت عبر. طبعا أنا بقول أن في تجار شرفاء وهناك متلاعبين، وهؤلاء أنا بسميهم متلاعبين بأقوى الشعب، فيجب التعامل معهم بحزم وبحسم. أخويا الموظف اللي في الوزارة اللي هيفتش وهيراقب وهينزل بنفسه، والله أنا وهو على راسي من فوق هينزل نزلته القوية، ايده هتبقى جامدة مش طرية، نفسه مش هتحل. خلي بال حضرتك انت ما هوش فقط يعني، انا دايما بقول هناك لجان يعني. مثال، انت عندك مباحث التموين والتجارة الداخلية، عندك مفتشي التموين، عندك حماية المستهلك، عندك هناك اجهزة رقابية اخرى ستكون موجودة وستكون موجودة على مدار الساعة. وانا بقول لحضرتك وبطمنك، انت عارف احنا دايما عندنا شيء مهم جدا، لو هناك عبره فالاخرين سيعتبروا طبعا. فالموضوع ليس قاصر فقط على جهه رقابه واحده، انما هيكون هناك رقابه متعدده من اكثر من يعني وزاره او اكثر من جهه ولايه. فبالتالي يعني حتى لو تخاذل، وانا ما بحبش استخدم الالفاظ الاخرى، حتى لو تخاذل احد هذه العناصر فهناك عناصر اخرى ستكون بالمحور. طب القرارات كان في من ضمنها مهله، المهله دي قد ايه وتبدا من امتى يا دكتور؟ احنا الحقيقه انا بسميها فتره توفيق اوضاع. فتره التوفيق اوضاع ديت الحقيقه عشان تبقى رساله من قبل الحكومه للتجار والمزارعين ان هم يفصحوا ويعلنوا عن الكميات لديهم ويقوموا بتوريد 25% من انتاجهم. فبالتالي أنا بقول لحضرتك إن هيكون هناك لقاء آخر لوضع سقف لهذه المهلة، ثم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللي هي هتتعامل بحزم مع الخارجين، أنا بسميهم كده، الخارجين عن القانون. يا ريتهم خارجين عن القانون، دي ناس بتتآمر على المواطن. أمن قومي أمن قومي. ده أمن غذائي، والأمن الغذائي ده جزء من الأمن القومي. طبعًا. يعني حضرتك تعلم طبعًا. هذا تمامًا يعني. طبعًا. طبعا أشكرك جدا 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 يا دكتور رهيم، أثقلت على حضرتك في التليفون، إلى أن نلتقي وأتمنى نلتقي. كل الشكر حضرتك دكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين جمهورية مصر العربية. تتحدث مصر، تتحدث عن نفسها في هذه اللحظة والمرحلة المهمة الصعبة، تتحدث عن نفسها يعني إيه؟ يعني يا مصر تقول كلمتها على الكل وتمشي، يا هتبقى الحكاية مش حلوة.